السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا لفيديو شرح طريقة الطباعة باستخدام شاشة كينكو، كنا شرحنا قبل كده في فيديو طريقة الطباعة بس ما كانتش شرح عملي على طابعة، فهنشرحها النهاردة على طابعة بإذن الله. أول حاجة هنبدأ برنامج جديد نسميه برنت، أغير الهاردوير، أحط الشاشة اللي معايا اللي هي GL070، بفتح السيتنج بتاعها هلاقي هنا برنت سيتنج، هعمل انيبل برنت وبختار نوع الطابعة. طبعا الطابعة اللي عندي هي زبرة، مفيش الا هنلاقيه هنا في القايمة دي اخر اختيار، تمام. وطبعا البورت هي USB بورت، بنشوفها هنا مع بعض اللي هي البورت دي، بورت اليو اس بي، وبتكون واصلة على الطابعة. تمام، بعد كده بيجيب لي في البرنت سيتنج اللي هي الايفنت والحاجات اللي انا بختارها عشان اطبعها، ممكن اطبع السيكونس نمبر، التايم، الشكل بتاع التايم بيكون ايه، الديت، في الديت برضو اللي هو الاكستندد ديت، تشيك ويندوز، ويندو ايرور، الكاركتر مود، الحاجات دي كلها طالما اخترتها بتظهر معايا في الطباعة. تمام، بفتح دلوقتي الفريم، احط اي حاجة مثلا وليكن كتابة، اكتب مثلا الحلول الصناعية او اي حاجة ممكن اكتبها، اكتب مثلا بحطها بخط كبير. بعد كده ببقى محتاج طبعا سويتش او كي عندي على الشاشة عشان اقدر ان انا ادوس عليه فيطبع لي الكرنت بيج اللي انا مختارها دي، او يطبع لي الاختيار اللي انا عامله. تمام، فبعمل فانكشن كي بضيفه، وباجي بعد كده طبعا هو الاختيار اللي هو الديفولت بتاعه بيبقى سويتش، تمام، فانا باخده بخليه برنت بدل ما هو سويتش ويندو، ان هو ينقل لي من الويندو اللي انا فاتحها لويندو جديده، بخلي الوظيفه بتاعته ان هو بيعمل لي برنت. طبعا بختار هو مونوكروم ولا كلر، اللي هي الطباعه الوان ولا لون واحد، بختار التكبير بتاعها ممكن اكبرها بنسب 1.3 مش عارف ايه، فهي 1.0 اللي هو هيطبع لي الحجم الحالي. تمام، الطباعة انا بطبع ايه، بطبع الكرنت بيج، بعمل تشينج بيبر تو برنت اللي هو يبدأ في صفحة جديدة عشان يطبع، اللي هو بيخرج لي الصفحة الحالية وبيطبع في اللي بعدها، ولا بيطبع في الكرنت بيج، شكل الطباعة هوريزونتال ولا فيرتيكال. تمام، ممكن اقول له اوتوماتيكلي تيك ذا بيبر، برنت تكست، برنت ميتر، برنت، بختار اي حاجة موجودة في الصفحة او بختار حاجات معينة مثلا عشان اطبعها، كل ده متاح. تمام، بخلي المفتاح ده هنا مثلا وبعمل داونلود على الشاشة. تمام، طبعا عشان لو عندي تايم بختار بي سي سينكرونايزيشن تايم اللي هو بيعمل سينكرونايزيشن مع التايم بتاع اللابتوب. تمام، بعمل داونلود،
البرنامج بينزل هنا تمام. دلوقتي انا هعمل برنت للكرنت بيج، بلاقي الطبعة خرجت لي، بس طبعا الحبر خلصان، فعشان كده هو جاب لي يا دوب اخر 3 حروف في الكلمة اللي انا طبعها. شكرا.